سبحان من قسم الارزاق بدون سبب. شفتوا؟ انا كنت متاكد انكم بس طيبينه على نيتكم. ما تخلوش واحد ابليس زي عادل يسمم افكاركم ويخليكم تعترضوا على اراده ربنا. ده ملحد، ده كافر. اعوذ بالله. حرام عليك ما تقولش كده يا استاذ نبيل. حرام عليا انا برضو بقول لكم ده ملوش مله، ملوش مله، ده 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 ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنه. يا سلام، انا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق انا عمري ما شفت واحد منهم في بلاد. اديك شفت العينه، ولو ما كنتش مصدقني اساله، هو نفسه ما يقدرش ينكر. لا دي مساله ما انسكتش عليها ابدا. هو راح فين؟ ايه اللي ديمقراطي دي؟